السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله جميعا أحبابي. طبعا بديت روتيني هنا معاكم أو يومي بالنسكافيه. حبيت كذا أبدأ معاكم اليومين اللي هي قبل الدراسة بالضبط. هنا جهزت النسكافيه وحطيت الرقائق الإفطار هذه، أو اللي هي عبارة عن الحبوب الكاملة، ما أحب أحط عليها الحليب. خليت النسكافيه لوحدها، وخليت الرقائق الذرة هذه لوحدها، أحب كذا أفطرهم بالذات لما يكون أبغى فطور خفيف. وبعد ما فطرنا هنا حطيت فطوري طبعا، وقلت أفطر وأبدأ على الكتب المدرسة أجلدها وكذا. بعدين قبل ما أجلد الكتب حضرت الغداء، كان عندي مكرونة بشاميل، وهنا عندي الكتب أهو أنا حاطتها، وقلت يلا نبدأ نغلف أو نجلد الكتب. طبعا رحنا المدارس واستلمنا كتب أولادنا زي ما هو معروف، وابتدينا طبعا اشتريت التجاليد من قبل، فقلت خليني أبدأ كذا أغلف الكتب على أساس أنه نحافظ عليها، حتى لو كانت الدراسة عن بعد بس برضو التجليد هذا بيحافظ لي على الكتب. على ما كانت الصينية في الفرن طبعا، أنا زي ما تشايفين ابتديت أجلد في الكتب، وزي ما تشايفين ما شاء الله عددها. قلت أبتدي في الكتب الكبيرة وبعد كذا الكتب الصغيرة اللي هي أو الكتب اللي هي ما بتستخدم بكثرة، لكن زي الرياضيات زي العلوم زي الإنجليش، الحاجات هذه محتاجة إنها تتغلف عشان نفضل محافظين عليها. يعني الفيديو بس كده ترفيهي، حبيت أعمل معاكم الروتين اليومين اللي قبل المدرسة، أطلع عليكم كده في الفيديو يعني كنوع من الفيديو الترفيهي، حتى لو كان بالنسبة لكم ما في فايدة، بس قلت يعني هذا أغلب حال أغلب البيوت دحين يستعدوا المدارس والتسجيل في منصة مدرستي. هنا الكتب بعد ما نهيتها زي ما تشايفين، كانت تقريبا آخر كتاب. طلعت بعد كذا كان عندي ساعات، رحت صلحتها في محل جوري طبعا اللي قبل كذا عملت لكم منه فلوق، أرجعوا قبل كم فيديو عملت فلوق في المحل هذا جوري، وقال إنه أي أحد من أهل جدة حيجي من طرفي حيقول له اسم قناتي رح يعمل له خصم. وكان منزل هنا ساعات تبع بولغاري أو كوبي منها، بس كانت أسعارها جدا جميلة، وقلت أصورها لكم. طلعت كذا أخذت لي كوفي وقلت شوية أروق كذا وأروق مزاجي بعد لفة السوق والتعب. هنا كنا ثاني يوم اللي هو كان يوم تسوعة قبل العاشورة ويفضل الصيام فيه، قلت أسوي كذا فطور سريع لي يعني ولأسرتي. هنا سويت صينية الرقاق، أنا عاملتها قبل كذا في فيديو منفصل اللي حاب يرجع له في قائمة طبخاتي حيلاقيها. وخبزت بيتزا كذا سريعة جاهزة في الفرن، ما مداني صراحة أسوي. وهنا شوربة الكويكر طبعا أهم حاجة قلت نعملها، شايفين كيف تطلع ثقيلة وتطلع ما شاء الله حلوة، مهمة الشوربة على مائدة الإفطار. والقهوة طبعا سيد السفرة العربية، وهذا الفطور بعد ما جهز والرقاق. بعد كذا حطيت على فيلم، شغلت اللابتوب وقلت أتفرج أبدأ شوية أتدرب عليه كذا، عشان المدارس زي ما أنتوا عارفين حيكون دراسة عن طريق اللابتوب، وأنا خبرة صراحة بسيطة فيه، ما أكذب عليكم أقول لكم إنه في دورة يعني أو لا، قلت أتدرب عليه شوية شوية. هنا شغلته وبديت كذا أتعلم على حاجات بسيطة فيه، وبديت كذا أطبق أشياء بسيطة يعني أحاول أتعلم كذا شوي شوية. وهنا برضو بنوتي معايا كانت بتساعدني برضو، عشان هي ما شاء الله درست يعني كمبيوتر في المدرسة، فقالت لي حبدأ يا ماما أعلمك على بعض الأساسيات عشان تساعدني لما أدخل على اللابتوب في منصة مدرستي وأبدأ أعلم أخوها وكذا. أكلت سمكاتي الجميلات طبعا، منتظرين الأكل، وهنا ولدي كان معايا متحمس يعني، وحطينا لهم أكلهم. وبعد كذا شايفين كيف، وبعد كذا عبيت عندي المطارة أو الزمزمية أو اللي هي طبعا هذه، قلت على أساس أني أتريض شوية. اليوم اللي بعده رحت السوق قلت نشوف الفساتين، طبعا أنتوا عارفين أنه عندي فرح، قلت نشوف الفساتين نشوف الموديلات نشوف إيش في السوق. طبعا أنا فصلت بس قلت بشوف، مو فصلت اشتريت يعني، بس قلت بشوف البنتي، وقلنا نشوف السوق إيش فيه إيش ما فيه نشوف الموديلات. كان في حاجات صراحة حلوة وجديدة نازلة. أخذت شوية إكسسوارات على فستاني، وبرضو أخذت البنوت شوية إكسسوارات، وما طولت يعني في المول. يعني أخذته رياضة أكثر من إني أشتري حاجة، كنت حابة بس أتمشى شوية. وهذا إكسسوار أخذته لشعري وبس. كذا هذا كل الفلوج. جلست شوية، أخذت لي طبعا
بيبسي كذا بردت على قلبي. وبعدين بعد كذا خلاص هذا وأنا خارجة شفت البركة والموية الحلوة هذه وقلت أصورها لكم. كانت عبارة عن بركة فيها أسماك، فيها أسماك من جوا زي ما تشايفين أسماك ملونة. حبيت تعجبني المنظر، حبيت أصور لكم هو وأختم لكم في الفلوج. يا رب إن شاء الله يكون الفلوج هذا عجبكم. أشوفكم على خير فيديو جاي وفي أمان الله.